هذا المشروع بتوجيهات ملكية تم تفويض أرض حوالي 1300 دونم لائتلاف جمعيات قرى حوض الديسي، وله أثر مباشر في تشغيل الأردنيين والأردنيات وخلق فرص عمل مختلفة سواء في خدمة الزراعة أو في الخطاف أو في كافة مراحل الإنتاج. هاي المزارع أخي العزيز يعني حدت من البطالة، ومن ثم أصبحنا الآن عندنا السيدات قرى حوض الديس اللي هن يشتغلن حوالي ما يقارب 120 سيدة. إحنا اللي نعشب، إحنا اللي نقطف البندورة، إحنا اللي نقطف الفود، إحنا اللي نعمل الزراعة، إحنا اللي نزرع. السيدات هذا الله كل واحدة وراها بيت يعني. هاي الزيارة اليوم احنا سعداء فيها، وان شاء الله انه متأملين فيها ان تكون فيها خير للمنطقة بشكل عام ولجمعية الديسة.